الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي بسط الأرض سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. نحمدك بمحامدك كلها ونثني عليك الثناء كله، أنت أهل الحمد والمجد، كل شيء هالك إلا وجهك، لك الحكم وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله، ولك الفضل كله، ولك الأمر كله، ولك الثناء الحسن، أنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت على كل شيء قدير، لا قابض لما بسطت،
ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا هادي لمن أضللت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الله، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.